لغة الأرقام والبيانات الإحصائية تكشف عن تصاعد أعداد المعاملات المنجزة والتحول الرقمي، والرسوم المساحية تؤكد على المضي قدماً نحو الاستفادة من كافة المواقع في محافظة جنوب الباطنة واستغلالها اقتصادياً وسياحياً وعمرانياً. هذا ما كشف عنه ملتقى الإسكان والتخطيط العمراني في نسخته الثانية، والذي نظمته المديرية العامة للإسكان والتخطيط العمراني بمحافظة جنوب الباطنة. من أبرز هذه النقاط التي تم التطرق إليها هو أيضاً مشروع الأحياء السكنية المتكاملة بمختلف ولايات المحافظة، إلى جانب أيضاً التخطيط الشامل للمناطق القريبة من الطريق الساحلي بالمحافظة. ولا شك هناك أيضاً عدة مشاريع لدى المحافظة بنفس المواقع، وأعتقد سوف تكون هناك حقيقة تكاملية بالمشاريع. لدى المحافظة أيضاً أكثر من مشروع في ولاية بركة وفي ولاية المصنعة، من ضمنها الواجهات البحرية. طبعاً الملتقى جاء ليسلط الضوء على ما تم تحقيقه خلال العام المنصرم 2022، أبرز الإنجازات التي تحققت يعني خلال الخطة والأعمال الأخرى المصاحبة للخطة في مختلف الجوانب والقطاعات، سواء كانت تخطيطية أم إسكانية. الأحياء السكنية المتكاملة، ما تم إنجازه وما سيتم طرحه الحدث الأبرز في هذا الملتقى، حيث تشهد المحافظة تشييد هذا النمط العمراني العصري على مستوى محافظات سلطنة عمان، كحي النسيم بولاية بركة، وحي اللبان بولاية نخل، وحي الشرق، ومجمع أريج بولاية الرستاق. وهو ما يشير إلى أن الخطط الاستراتيجية العمرانية تتوائم ومتطلبات المرحلة المقبلة التي تطلع بها. شاركنا نحن كطلاب مناظرة في قضية بعنوان يرى هذا المجلس أن إنشاء المدن المستقبلية المتكاملة أفضل من توزيع الأراضي بشكل عشوائي. طبعا نحن كشباب الآن مهتمون بهذه المواضيع وتحقق طموحنا، لأن نحن كشباب نريد أن نصل إلى رؤية 2040. الملتقى بتفاصيله وبمشاركة كافة شرائح المجتمع ركز على استشراف المستقبل عبر السعي الحثيث للاستفادة الكاملة من كافة المقومات والجهود التكاملية التي تحقق أهداف الاستراتيجية العمرانية لمدن أكثر ازدهاراً ونماءً وفقاً لرؤية عمان 2040. مرحلة تتصف بالشمولية في تخطيط الأراضي تتواكب مع التنمية العمرانية والتطوير العقاري، وبما يسهم في الاستدامة التنموية والتخطيط الممنهج. عبد الله بن عامر الويهي، ولاية المصنعة، محافظة جنوب الباطنة.